أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الصحافة اليوم، نقرأ فيها ونتابع ونحلل أهم الأخبار الصحفية الصادرة في صحفنا وفي مجلاتنا المصرية والعربية. في هذه الحلقة معي ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ ثروت شلبي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، للتعليق على أهم هذه الأخبار وفتح الملفات المتعددة والتي يأتي على رأسها الانتخابات البرلمانية ومحاربة مصر للإرهاب في الداخل والخارج. أستاذ ثروت برحب بك. شكرا يا أستاذ مصطفى، دايما بتشرفنا، ربنا يبارك فيك. نبدأ جولتنا النهاردة من الصفحة الخامسة من جريدة الأهالي، وخبر متعلق بطبعا الموضوع اللي دائر على الساحة دلوقتي وهو الانتخابات البرلمانية. الخبر بيقول: بعد الإعلان عن القوائم والأحزاب المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، شبح التأجيل يهدد مجلس النواب المقبل، والدستورية العليا تقرر مصير الانتخابات البرلمانية. هبدأ من نهاية ما انت انتهيت. تمام. إن شاء الله محكمة الدستورية في 7 طعون على القوانين الثلاثية للعملية الانتخابية، وهي مباشر الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر. تمام. تم إجراء طعون عليها أمام محكمة القضاء الإداري وبعدم الدستورية في بعض نصوصها لإخلالها بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة والتمييز بين المرشحين والمواطنين، وهذا لا يجوز وفقا للدستور. المحكمة القضاء الإداري أحالت الطعون للفصل في مدى دستوريتها أو العوارض الدستوري المصابة به، والمحكمة الدستورية أحالتها إلى هيئة المفاوضين في المحكمة الدستورية. عدت تقارير بشأن 4 دعاوى ستنظر صباح غدا الأربعاء في أولى جلساتها. اليوم الأربعاء في صباح الأربعاء اليوم، وهتنظر 4 دعوات، وأعتقد أن الخميس هتبقى 7 دعوات. ومعلوماتي أيضا من داخل المحكمة الدستورية أنها هتحجز القضايا الطعون كلها وستصدر الحكم فيها في جلستها يوم الأحد القادم اللي هي الجلسة العادية، ووفقا للتعديل الدستوري اللي أحدثه القرار لقانون المحكمة الدستورية من المستشار عدلي منصور إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، أصدر قرار جمهوري بأنه فترة نظر الطعون الانتخابية بالذات تحديدا لا تتجاوز نظرها أمام المحكمة 20 يوم. تمام. وبالتالي فالمحكمة ملزمة خلال 5 أيام من بدء أول جلسة اليوم النهاردة الأربعاء أنها تصدر خلال 5 أيام حكمها، ثم بعد حكم المحكمة في عوار ولا ما فيش عوار. طيب، بعد كده تحيلها لمحكمة القضاء الإداري، هي اللي هتصدر في الموضوع يوم الثلاثاء القادم. إذا أصدرت المحكمة هناك 3 سيناريوهات. انا قلت لسه اقول لك عن السيناريوهات، وحضرتك متخصص في الشان القضائي، يمكن ما هتكلم لحضرتك، معلش قول لنا المراحل او السيناريوهات المتعدده. السيناريو الاولاني ان المحكمه ترفض الطعون، ده رقم واحد، فتستمر العمليه الانتخابيه بجدولها الذي وضعته اللجنه العليا للانتخابات. 2، ان تبطل هذه النصوص ويترتب عليها العوده الى مربع الصفر في اعاده تشكيل، وده هيزيد ارتباك في المشهد السياسي. والثالث ان تمنح رئيس الجمهورية بحكم أنه هو يملك السلطة التشريعية الآن تعديل طفيف في بعض النصوص اللي فيها عوار، ويمكن تقرير هيئة المفاوضين في المحكمة الدستورية العليا وضعت الحلول في هذا التقرير اللي وضع المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفاوضين. يعني من ضمن العيوب أو العوار الثقل للوزن الانتخابي لكل صوت انتخابي. يعني مثلا دايرة زي الجمالية الصوت الانتخابي فيها ب70,000، في حين انه في عين شمس ب 150,000. يعني ايه ب 70,000؟ يعني كل صوت انتخابي، يعني كل نائب ب 70,000. كل نائب تقصد حضرتك عدد اصوات؟ ما هو ده اسمه بيقول عليه الوزن الانتخابي. الوزن الانتخابي، الوزن الحقيقه هي اقترحت ان يتم دمج بعض الدوائر مع بعضها عشان تدي التوازن دوت في المتوسط بتاع الثقل الانتخابي لكل نائب. طيب الاقتراحات اللي حضرتك، فبالتالي رئيس الجمهورية ممكن ان يتغطى هذا العوار لو كان هذا العوار مقتصر. لكن انا اقول لحضرتك على حاجة، انه هذا العوار كان خبور في الدستور، وللأسف طلع ايام المستشار عدلي منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية، لانه صدر هو اللي اصدر التشريعين بتاع مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. اما طيب، القانون الثالث اللي هو تقسيم الدوائر صدر في رئيس ايام الرئيس السيسي، فكان يجب يعني الحقيقة البلد مش متحملة. احنا بقالنا 4 سنوات يا استاذ مصطفى ما فيش برلمان،
ولا يجوز ايضا. ما هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، ويمكن ده يعني في الخبر الثاني بيشدنا ليه، وده مصدر قضائي خاص للاهالي. ده تصريحات انا جايبها من جوه. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا دخلت في الاثنين مع بعضيهم. طيب خلينا ناخد الخبر الثاني يا استاذ ثروت. والخبر بيقول في تصريحات مصدر قضائي للاهالي، وده مصدر خاص وانا متاكد من كده، من حق رئيس الجمهوريه تعديل القوانين المطعون عليها. السيناريوهات الثلاثه اللي حضرتك اتكلمت عنهم، ما هي السيناريوهات الثلاثه دول لو كلفنا فيهم سيناريو، يعني تكلفة الانتخابات باهظة مليار، نشوف الأول لو مليار و200 مليون لو الانتخابات هتجرى ويحل البرلمان نظرا لأي عوار دستوري ربما يكون بيشوب العملية الانتخابية، الأحسن لينا والأفضل لينا كدولة وكميزانية وكموازنة وككل قطاعات الدولة ومؤسساتها إن احنا نعدل عوار التشريعي، ولا نجري الانتخابات ويحل البرلمان بعدها بأشهر عديدة؟ لا، هو الأفضل وحفاظا على المال بتاع الناس وتوظيف الناس بالمبلغ إنه ترجع الانتخابات. صحيح دي فيها يعني هترجع الاستحقاق الثالث، تمام، لكن انا مش على سبيل ان انا انفق مليار و200 مليون جنيه تكلفه اجراء الانتخابات وجور الساده القضاء والمشرفين والعمليات اللوجستيه، ثم يتم تصحيح هذا الخطا المعيب والعوار اذا كان في سلطات رئيس الجمهوريه. ده الكلام ده الحقيقه مش حضرتك بتقول ده كمصدر اللي هو ده مصدر جوه المحكمه الدستوريه، وده مصدر مهم جدا يعني من الناس. تتوقع ان رئيس الجمهوريه يستخدم صلاحياته في هذا ما هو حقه ده؟ هو بالعكس من حقه ان هو يعجل. ولذلك انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني اللجنه، للاسف اللجنه اللي هي المفروض، انا معلش يعني على الرغم ان انا في قناه، لكن قناه النيل عودتنا دي قناه الشعب المصري بالطبع، مش قناه الحكومه ايضا. لا بالطبع، قناه المفروض الشعب المصري. يسأل المستشار ابراهيم هنيدي وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب، لانه هو المسؤول عن العوار اللي حصل في القوانين دي، واللجان اللي كانت معاه من فقهاء الدستور واساتذه القانون واللي عملوا الكلام ده كله، تقادوا مرتبات المفروض يرجع الفلوس. احنا فوجئنا امبارح بعد المحكمه الدستوريه ما طلع التقرير بتاعها ان هم اجتمعوا من تلقاء انفسهم دون دعوه من احد. المحكمه؟ لا، اللجنه اللي هي صاغت الثلاث قوانين، اللي هي كانت لجنه الاصلاح التشريعي، اللي هي لجنه الاصلاح التشريعي اللي عدت، اللي هي برئاسه الوزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب. ويعني والحقيقه مصر فيها يعني عقول دستوريه كثيره وكثر، يعني عبد العزيز سلمان والمستشار عماد النجار، وفي الراجل المحترم مساعد وزير العدل والتشريع، ويمكن المستشار مجدي العجاتي برضه هما بيراجعوا مشروع القانون. حضرتك كنت موجود هناك موجود، ومجدي العجاتي خلي بال حضرتك يا استاذ مصطفى، انت راجل برضه لك يعني انت في العمل القضائي مشتبك ودارب ده. مجدي العجاتي لجنه التشريع والفتوى اشارت لده، لكن المجلس الوزراء عسف في الكلام بتاعها وهي لفظت لده، وده من ضمن التعسف. يعني نتمنى يا استاذ ثروت بالفعل ان ما اصرفش مليار و200 مليون جنيه وارجع عشان عوار تشريعي ربما يتضارب. يعني هو كان السيد عدلي منصور يعني راجل كان يعني اساسه رئيس المحكمه الدستوريه، نعم. لو كان راجع هيئه المفوضين لديه باستشاره، احنا عارفين ان المحكمه الدستوريه الرقابه بتاعتها لاحقه وليست سابقه الا في حاله واحده، نعم. قانون الانتخابات الرئاسيه. لو كان بعرفي سأل كنا ما تحطناش في هذا المأزق اللي هيؤثر سلبا في حالة تأجيل الانتخابات على المؤتمر الاقتصادي القادم في مارس، وعلى أساس ان احنا ما يقولوش ده هم بعض الخبساء بيروجوا الآن هم حطوا الانتخابات لأنهم مش قادرين ياخدوا الأغلبية، فلغاية لما يعيدوا ترتيب أوراقهم هم يعني سمح للخبثاء. خلينا نسيب الملف ده، وهو بالفعل ملف هام ومهم بيشغل مش الشارع المصري فقط، لا بالعكس ده بيشغل العالم ككل. اشير لك معلومه برضه عشان انا عايز اروح بس لملف الارهاب. ثانيه واحده في انفراد لبرنامجك، اتفضل. المشروع ده كان عامله ايام المجلس العسكري، مشروع قانون انتخابات، ولما جت 30 يونيو وارجئ ثم فوجئنا بيه. يعني ده مشروع. طيب على كل هنروح لملف الارهاب، وفي اخبار كثيره مختلفه طارئه من اسرائيل واخرى من على الحدود واخرى من ليبيا. آه. الخبر بيقول في ملف الارهاب، بنطالع من الصفحه الاولى للاهالي، بعد تحذير اسرائيل من عمليات ارهابيه رفع درجه الاستعداد على الحدود الشرقيه، نقاط امنيه جديده لاغلاق المضاقات بين شمال وجنوب سيناء. الخبر فيه يعني في لبس، حاجات مش مفهومه، في لبس نقدر نفهمه. هو اللبس جاي في العنوان، تمام، لكن لما تقرا حضرتك تفاصيل الخبر هو بيقول بعد يعني الخبر زي ما انت قلت ايه اللي هو ايه رفع درجه الاستعداد بعد تحذير اسرائيل. تحذير لمين؟ لم تحذر مصر، لانه هذا الخبر كده يعني بيشين صحيح في تنسيق وفي علاقات دبلوماسيه،
لكن احنا عارفين ملفاتنا الامنيه. تمام. الجيش والقوات المسلحه والشرطه شغاله باستراتيجيتها دون تنسيق مع اسرائيل. تمام. لكن العنوان مع غير اللي مكتوب جوه المتن. طب ليه يا استاذ سرط؟ مش ده بيعمل لبس عند والله ده يعني ده لبس وتدليس كمان، لكن هو التحذير مش للاجهزه الامنيه. لا لرعاياها. التحذير لرعاياها بتقول لهم يا جماعه ما تروحوش سينا، لان احنا وفقا لكامب ديفيد الاخوه بتوع اسرائيل دول بيخشوا بجواز السفر من غير تاشيرات من عن منفذ طابه. نعم. فعشان وبعدين الترتيبات دي معموله عشان مؤتمر مصر الاقتصادي. نعم. فانا لازم اجفف كل منابع الارهاب والمدقات واعمل. والحقيقه ان القوات المسلحه ما زالت احنا عندنا ضرب، والسيد وزير الداخليه كان هناك امبارح من 3-4 او امبارح وعمل جولات، وقبلها باسبوع كان راح هو وزير الدفاع، الرئيس الجمهوريه خد طياره مع وزير الدفاع ومشطوا الحدود الغربيه مع ليبيا بعد الحادث الاجرامي بتاعهم. لكن الحقيقه الضربه الجميله جدا انه ايمن دغمش اللي هو احد العناصر المهمه اتمسك في نفق، لانه كانوا جايين ينفذوا بعض العمليات عشان يجهضوا المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي كما قال الرئيس السيسي هو الزراع الاقتصادي، الزراع القوي للدوله، هم عاوزين يرعبوا الناس ويفزعوهم. تمام. ما يحضروش، ولذلك التسريبات اللي قاعده بتنشرها احدى القنوات وقاعده بتفتات، وايه يعني وزير الداخليه ما بقول قاعد في لقاء مع ضباطه، وده مش سري، ما هو دايما بيقول استخدمه من اول الميه لغايه السلاح. نعم. لو رفع السلاح ورئيس الجمهوريه قال اللي هيرفع السلاح في وشنا مش هنسيبه، يبقى لازم ارد عليه بالسلاح. ودي نظريه من ايام زكي بدر وايام عبد الحليم موسى لما كانوا بيقولوا احنا مش اللي هيضربني بآلي هديله بكوه ورد، لا حصفيه في ساعتها، وده حصلت. خلينا نروح للخبر الثاني والمتعلق ايضا بالارهاب، لكن هذه المره من ليبيا. الخبر بيقول الموقف الدولي وليبيا، الكيل بمكيالين في محاربة الإرهاب. طبعا سمعنا الناتو وشفنا حلف الناتو لما كان بيتعامل في ليبيا، الرئيس أمريكا النهاردة يعني بص يا سعادة الرئيس القذافي عندما كان في الحكم، وكيف تعامل وكيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قتل سفير الأمريكي في ليبيا؟ لماذا هذا التعامل بمكيالين وربما أكثر؟ كل الخلايا العنقودية اللي شغاله دي من القاعده، والقاعده دي اللي عملتها امريكا مع اسامه بن لادن لما خدت الاخوان الجماعات الجهاديه الجماعه الاسلاميه وغيرها على اساس يطردوا استخداماتهم استخدام سياسي لطرد الاحتلال الروسي، واحلت محله في افغانستان. ما خلص دورهم وقالت لهم شكرا، قلبوا التنظيم القاعدة الى الجبهة الإسلامية العالمية لمحاربة الصليبية. داعش وغيرها منبثقين عنهم، دول خلايا امريكا هي وبيمولوا من قطر وبتدربوا في تركيا وبمساندة ومؤازرة اسرائيل. النهاردة امريكا بتدرب المعارضة السورية ضد النظام السوري. هي لا تستهدف اسقاط بشار، لو كانت تستهدف اسقاط بشار كشخص كانت اسقطته من زمان، كانت ضربته وعارفين، وهم يقول لك احنا عارفين فلاناتكم لابسينها ايه من ايام صدام وعارفين الكلام. لكن هي عايزه تسقط الدوله السوريه، وثم دي حرب ايران، هم دلوقتي بيزيدوا في علاقتهم مع ايران، دي حرب طائفيه عشان الشيعه. تمام. وعاوزين يضربوا مصر ويضربوا كل طيب خلينا برضو مزيد، لكن النهارده هي عرضت مصر في القرار بتاعها لما السفير الوزير سامح شكري والاردن بصفتها ان عضو في مجلس الامن وقفوا بقوه عشان عدم دعم الحكومه الليبيه الشرعيه اللي هي بتنسق مع مصر في ضرب ومدها بالسلاح ومدها بالسلاح، يقول لك لا ده على ده، لا لازم الجهود السياسيه. تمام. اما تعمل جهود سياسيه في سوريا. تمام. زي ما انت عاوز. طيب في ليبيا خلينا احنا لسه برضو ما زلنا متواجدين في تطورات الملف في ليبيا وتداعياته على العماله المصريه. الخبر بيقول من الصفحة الرابعة، وزير الطيران المدني مستمرون في الجسر الجوي حتى عودة آخر مصري من ليبيا. طبعا بعد المذبحة بتاعت داعش للأخوة المصريين الأقباط هناك، الدولة المصرية أصدرت قرارها بالآتي، يا جماعة عودوا وهنحاول عشان حماية لأنفسكم، اللي مأمن نفسه هناك يستمر اللي في مكان آمن بعيد عن الكلام ده. في نفس الوقت عشان يعودوا وفرت ليهم وسائل الانتقال، حتى اللي كانوا دخلوا باقامات غير شرعيه بتجيبهم سواء على الحدود البريه او بالطيران من مطار التونس جربه
التونسي. فالحقيقة الدولة المصرية الوضع في ليبيا يا استاذ ثروت هيستمر لحد امتى؟ لا ده احنا في مستنقع بوجهة نظر الباحث المتخصص يعني ربما في امور. ده مستنقع اللي خلقه القذافي بخزن اسلحة وتدريب ارهاب. وانا قلنا قال له قبل كده ان انا حتى كان معانا زميل هنا من الاتحاد الاذاعي والتلفزيون كان معايا نادر دياب، كنا مع لقاء مع القذافي على الهواء وكان فاتح انت فاكر حكايه البطاقات اللي كان بيسمح المصريين بالبطاقات الورقيه. قلت له ده في خطر على الامن القومي الليبي والعربي. وكانت المعسكرات بتاع بن لادن والظواهري موجوده في السودان فكلها متخمه بالاسلحه والارهاب والمستنقع. وده مستهدف مش ليبيا كدوله، لكن هو المستهدف ان هو بيعمل عليك الجزره والبتاع مع سينا من نحيادي والسودان من تحت وسوريا من فوق. القصد من ده ان هم بيحاولوا يعصروا مصر يكسروا مصر، لكن مصر لكنها لن تنكسر ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لخبر تاني متعلق بسد النهضه. الخبر بيتكلم بعد انتهاء المهله المحدده لتقديم العروض المكتب الاستشاري لدراسات سد النهضه توصياته غير ملزمه وخبير مائي يطالب باتفاقيه مكتوبه. سد النهضة عليه كلام كتير في الفتره اللي فاتت، لا الرئيس قال لنا تصريحات مبشره. ما احنا هو ده اللي بنتكلم فيه بس يعني هو الحقيقه الكلام دوت كلام كله شفوي يعني عامل عرفي يعني كلام زي اللي بيحب ايه في الجناين، لكن عاوز مأذون يعني عاوز ورق يتكتب بيه عشان يبقى اتفاق شرعي. تمام. لكن يعني حب الجناين والمباحثات اتفاقيات يعني من اول اتفاقيه 1950 و1923 اتفاقيات محدده لحصتك في مياه نهر النيل للمجرى نهر النيل لدولتي المصب ولدولتي لدول المنبع ايضا. في اتفاقيات بتنظم عمليه حوض النيل كلها، في اتفاقيات دوليه وفي كتب في هذا الشان وما اقدرش دي حق دولي. ومصر بيمارس الان احنا سبب الالتهاب اللي حصل ده في العلاقات والاحتقان هو المؤتمر الصحفي اللي كانت عملته الابله بكنام في رئاسه الجمهوريه وطلع اخ معارض من ايمن نور ومجدي احمد حسين يقول لك طيرتني خلص الموضوع، هيجوا الناس علينا البراغيث اللي هناك. لكن الحقيقه بعد القياده السياسيه ما تولت والرئيس السيسي بيدير الازمه بدماغه مش بدراعه بدا في تفاوضات وهو بشر قال لك كله هيتم الاحتواء. لكن تقنين ده بقى ان احنا مش هنقعد ايه نحب في بعض واحنا العلاقات الدبلوماسيه وبنسمن، والراجل بتاع الكنيسه بتاعهم جه واحنا رحنا. انا اعتقد الازمه هيتم احتوائها، بس اسرائيل بتلعب برضه في الجنوب عشان تعمل احتقان. لكن اذا وصل الامور وكلمه السيسي كانت كلمه حاسمه وثبت ان هو مش فنجري بق ولا فخاخ لما قال مسافه السكه راح لطش الداعش في ليبيا ورجع. احنا برضه اللي هيهدد الامن المائي بتاعنا والامن القومي وهيعطشنا وهيموتنا لا هنجيب رقبته. تمام. يعني ده مباح اهو ده بقى انت مش هتجوع الشعب. لكن في نفس الوقت برضه في مشروعات الحقيقه تباحث فيها مع الرئيس بوتين من عشان منها بتاعه المحطه النوويه تحليه المياه استخراج المياه الجوفيه كل الامور دي بتكف. لكن حصتنا ال 55 مليار ده امر مقدس ولن يسمح لاحد بان يمسهم. واعتقد اهو في تحسين علاقات مع جوبا والسودان وربنا يسهل. انا هختم الجوله دي مع خبر يعني انا عارف ان هو هيضايقك لكن لازم نختم بيه. لا انا بتاع شيشه مش بتاع سجاير. ما هو يعني ما هو شويه بعد شويه ممكن لا الحمد لله يعني المعسل ما تاثرش بالاسعار ممكن يحصل فيه مشكله. لكن الحقيقه والله يعني هي الموضوع. طيب خلينا نقول الخبر الاول وبعدين نتكلم عنه. الخبر بيقول رغم انها زياده ثانيه في اقل من عام الحكومه ترفع اسعار السجائر لتوفير موارد مختلفه للموازنه العامه للدوله الجديد. صحيح. طيب هل ده هيكفي؟ يا سيدي الفاضل يعني السجاير دي اصله مش اكل وشرب، احنا لسه بنقول لو الميه اتمست انت ما تقدرش تعيش من غير الميه. اكيد طبعا. يعني في ناس انا الدكتور عصمت زين الدين ده اعتصم على اضرب على الطعام 90 يوم في مستشفى الطلبه في اسكندريه كنت قاعد جنبه ايام السادات. لكن الميه لا الميه دي جفاف. طب السجاير؟ لا السجاير في ده يا راجل يعني بس يعني انت انا مع يعني السجاير والمفروض الخمور ايضا كمان الحاجات الرفاهيه دي ما مش ضروريه يعني ده بالعكس يعني بدل ما تشرب حضرتك علبتين سجاير خليهم علبه واحده وفر. وبعدين هو خد قد ايه؟ فعشان اخواننا التجار ما هي زي طيب الشيشه زي ازمه البلد. لا الشيشه عشان الحمد خاطرك لله انت احنا لا اسعارها ما تاثرتش يعني ما لكن السجاير رفعها نص جنيه اللي بالنسبه للمحل اقل من 10 جنيه و جنيه ونص للمستورد اللي اقل من 16
واللي اكتر من كده الفاخر دوت ب 16 ونص. دول هيعملوا كام يا مصطفى بيه؟ هيعملوا 5 مليار ونص زي ما وزير الماليه امبارح هاني قادر قال. 5 مليار دول هيتوجهوا للعلاج، يعني انت بتاخد من الكيس ده تحط في الكيس ده زي الراجل التركي، ما هو عشان السرطانات والكبد والكلام ده. لكن الحقيقه يعني انا مع القرار دوت، لا يعني وحفاظا على الصحه، ما السجاير دي بتجيب سرطان وبرضه المعسل بيجيب سرطان، فعشان برضه الحكومه كده بترهبنا صح. يعني انت راضي عن الحكومه؟ الحكومه؟ ايوه. لا طيب. ده في ارتباك في المشهد. انا بشكرك. هو بعض الوزراء طيب. الحقيقه بيشتغلوا وشغالين ليل ونهار، وبعض الوزراء يعني وزير العداله الانتقاليه ده عموما المفروض ان يقدم استقالته او يقال طيب. يعني ده من ضمن الفزاعات وخوابير الحكومه عموما. يعني الحلقه فيها خوابير كتير وخوازيق. بنشكرك جدا يا استاذ ثروت على تشريفك ليا النهارده، وان شاء الله تكون معنا في حلقات قادمه. شكرا جزيلا. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من الصحافة اليوم. انتظرونا غدا في حلقة جديدة وفريق عمل جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج. شكرا لكم وتحيا مصر.